عندها تحولت بقت هي مصدر رزق ليها. بنحط المنطقة على الخريطة العالمية بحيث يبقى عليها فوكس. هذا هو ما يعد أقدم بناء حجري في التاريخ عرفته البشرية، ألا وهو هرم زوسر. وهنا سقارة، أشهر منطقة أثرية، تقع على بعد 35 كيلومتراً جنوب غربي الجيزة. هذه السماء الصافية، وإن لبدتها بعض الغيوم، إلا أنها موطن لمحبي الحضارة والطبيعة معاً. لكن قلة من يعرفون أن وجهاً آخر لحياة المصريين يمكن اكتشافه هنا. لنحو ما يزيد عن عامين أصبحت هذه المناطق نصب أعين الاتحاد الأوروبي، فمول مشروعاً تنموياً لتشجيع السياحة الريفية في ثلاث قرى في مركز البدرشين. والبدرشين هي سقارة، دهشور، وأبو صير. نحن نعمل على وضع البدرشين على الخريطة السياحية وجذب المصريين والأجانب لقضاء يوم خارج القاهرة والاستمتاع بالريف. ولتحقيق ذلك نظمنا العديد من الفعاليات لدعوة الزائرين للسقارة والبدرشين ودهشور للتعرف على المجتمع المحلي والسوق المحلي أيضا الذي يصنع منتجات يدوية. تعرف سقارة أنها وجهة شهيرة لممارسة رياضة ركوب الخيل، ومعروف أن أشهر مدرب الخيول هنا أيضاً. وقد أدمج ذلك في مشروع فيزيت بدرشين أو زوروا بدرشين، الذي عرف السائحين في الداخل والخارج بهذه الأماكن لزيارتها ضمن جولاتهم بين أهرامات مصر المختلفة. سوق بدرشين ما بدأ معانا بقى في مجموعة ضعفنا، بقى في ضعف المجموعة اللي بتجيلي، يعني بقى في عندي مجموعة كويسة دلوقتي، يعني تقريبا دلوقتي بقى في الويك إند ما عنديش مكان. ما يزيد عن 53,000 نسمة يعيشون في مركز البدرشين، أغلبهم ذو ثقافة وتقاليد ريفية. هذا المشروع سيغير خريطة السياحة في مصر، خاصة في المناطق التي لم تكتشف، ورغم أنها وبحكم جغرافيتها قد تغير نمط حياة السكان هنا، فإنها ما تزال بحاجة لمزيد من الدعم لتبقى على قائمة الأماكن السياحية الأبرز. هنا دهشور واحدة من أكبر مناطق إنتاج البلح في مصر، حتى أن أشجار النخيل تكاد ترسم لوحة بديعة لهذا المكان. هذه المنطقة يوجد فيها قرابة 10,000 نخلة، لكن إنتاجها هو من الأصناف الرطبة التي تعرف باسم الأمهات والزغلول، وهذه لا تزيد مدة صلاحيتها في العادة عن أسبوع. لذا دربت السيدات هنا على صناعة منتجات مختلفة من البلح. يعني إحنا تكنولوجيا الأغذية كتصنيع غذائي حولنا هذه المشكلة لفائدة، عملنا لها نوع من التحوير، بمعنى أن جبنا الأمهات، جبنا زغلول، عملنا منهم عجوة بنفس المواصفات والمقاييس العجوة العادية المصرية، بحيث تبقى عندها طول العام. إذن بدل ما كان عندها هدر في صنف يعتبر أساسي ببلدها في منطقة دهشور أو شبرمنت أو البدرشين، حاولت لها أن دي بقت بالعكس مكسب ليها. للنساء هنا خصوصيتهن، وفي الغالب لا تطأ أقدامهن حدود الريف. لكن الخروج من هذا الواقع لم يكن بالأمر الهين. هذه المنتجات تصنع من نبات الحلفة، وهو نبات عشبي ينمو في دهشور، لكنه أصبح ذا أهمية لهؤلاء. لقينا اللي سوقها لنا كويس بطريقة كويسة، واتطورنا فيها من فترة لفترة لحد ما وصلنا للمنتجات اللي انت شايفها دي. أهميته إن احنا بنشتغل في بيوتنا جوه، وبنعمل بقى كل حاجة احنا عايزينها براحتنا، سواء بقى نشتغل بالليل بالنهار، ويعني ده حاجات خاصة بينا احنا.
محمود هو من فتح بابا جديدا للتطوير من خلال جمعية ترعى المنتجات التراثية، وهي واحدة من الجهات التي تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي ضمن المشروع. دوره هو وضع تصميمات لمنتجات أكثر رقيا وتطورا. دورنا بقى من خلال إمدادهم بالخامات، سواء الخيوط أو الأدوات أو المقصات أو الإبر اللي هم بيحتاجوها، وبنسعى لهم طبعا من خلال تسويق منتجاتهم. لو احنا بنتعامل مع شركات سياحة أو وفود سياحية بنعرض عليهم نوع المنتج يعني والورش الحرفية اللي موجودة، فشركات بترحب بالحاجات دي كلها. يركز المشروع التنموي على ثقافة المجتمع الريفي وتقديم مأكولات شعبية للسائحين، على أن تكون الاستضافة والإقامة في هذه البيوت الريفية على أطراف القاهرة. خالد كان يعمل مرشدا محليا، أي بدون رخصة سياحية، هو أيضا واحد ممن نالوا تدريبا. مهمته اصطحاب الزائرين لتعريفهم بالأماكن الموجودة في دهشور. ده بيعمل تسليط ضوء على المنطقة، وده بيجي لما يكون جهات زي اتحاد أوروبي أو جهات أجنبية بتبص على المناطق دي، معناها إن احنا متشافين بس محتاجين نتطور، فهم بيوفروا لنا جزء من ده، واحنا جزء من المجتمع المحلي وجزء حكومي. لو اهتمينا بالقصة ديت هيبقى في تطوير كبير جدا، وفي نفس الوقت تغيير في المسار السياحي وفي المسار الريفي نفسه في البلد عندنا. هنا يمارس كثيرون رياضة التزحلق على الرمال، وبعدها يستضيفهم محمد في بيته الذي اشتهر لتصوير بعض الأفلام السينمائية فيه. لكن هذه الخلوة دائما تجذب زوار المنطقة بعد يوم طويل وشاق. فكرة المشروع ما أثرتش عليا، ده طورت مني إزاي أتعامل مع الزبون، إزاي أجيب السياحة الريفية أمشيها في البلد. ما كانش حد يعرف هنا السياحة الريفية، فهم بدأوا بقى يعلموني، يعني كانوا بيجيبوا مدربين بيدربونا تمام في المشروع، وبدأنا الحمد لله. وبيجي لنا الوقت يعني مثلا كل أسبوعين ثلاثة كده بيجي لنا سياحة الحمد لله، وبدأت تمشي الحمد لله. حتى السيدات لهن دور في الترويج لهذه المنطقة التي يتردد إليها سياح من بلدان مختلفة تبهرهم حياة المصريين في الريف، وللتعرف على ثقافة المجتمع التي تتجاوز هذه المساحة الضيقة. لذا أدخل مشروع الاتحاد الأوروبي على السكان هنا مفهوماً جديداً للسياحة، وهي السياحة المسؤولة. هي بتشتغل أكتر على التنوع الثقافي زي العادات والتقاليد، فازاي إن المسافرين الترافلرز أو السياح بيقدروا إن هم ياخدوا تجربة مختلفة من الثقافة أو عادات وتقاليد المكان اللي بيروحوا. الجزء الاقتصادي وهو بنشرك المجتمع المحلي في اقتصاد السياحة. ويبقى لمن يعيشون هنا أمل في الارتقاء بظروفهم المعيشية ووضع هذه المناطق على القائمة السياحية لمصر. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.